تنضم إلينا من بيروت كلودي أبي حنا مراسلة الغد. كلودي، مع نهاية عهد الرئيس عون لبنان يتجه إلى فراغ رئاسي حتمي وربما فراغ مزدوج في ظل التصعيد الحكومي الحاصل، دعينا بالمزيد، وهل يعني من خرق متوقع في الساعات الأخيرة حكوميا؟ صباح الخير كاترين. في الواقع هذه الساعات الأخيرة التي تسبق انتهاء عهد عون ليل الاثنين الثلاثاء في 31 من أكتوبر الجاري هي حافلة بالترقب إذا ما كان سيتمكن في هذه الساعات الأخيرة بدعم وقناعة من حزب الله لتأليف حكومة جديدة، طبعا بالتعاون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. مراقبون يستبعدون هذا الأمر في هذه الساعات الأخيرة، ولكن الخشية الكبيرة في هذا المجال أنه إضافة إلى الفراغ الرئاسي يحصل تغيير للأعراف، بحيث يعمد الرئيس المغادر قصر بعبدة إلى إصدار مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي، وهذا يعني أنه يفتح جدلا دستوريا لا سابق له بدأ منذ الآن. أذكر كاترين بأن الحكومة وغدات انتهاء الانتخابات النيابية الأخيرة في مايو الماضي باتت بحكم حكومة تصريف الأعمال، ولم يصدر مرسوم استقالتها ولم تتقدم باستقالتها. وعادة في لبنان وبحسب العرف عندما يتم تشكيل حكومة جديدة يصدر مرسوم الحكومة الجديدة بالتزامن مع مرسوم قبول الحكومة السابقة، وذلك حرصا على أن تبقى الحكومة السابقة حكومة تصريف أعمال وكي لا يكون هناك فراغ في السلطة التنفيذية. اليوم إذا أصدر عون مرسوم قبول استقالة الحكومة، هذا الأمر سوف يطرح تساؤلات بالنسبة إلى قدرة حكومة تصريف الأعمال على الاستمرار بمهامها، وإذا لم يطرح تساؤلات يفتح جدلا دستوريا لأن الآراء متناقضة جدا حيال هذا الأمر. خبراء دستوريون يقولون إنها لن تستطيع إكمال تصريف الأعمال كما هو حاصل اليوم، خصوصا الخبراء الذين يؤيدون رأي عون ويؤيدون خرق العرف، في مقابل خبراء آخرين يقولون إن ما سيقوم به عون في حال قام به هو يعني لن يعترف به الدستور، لأنه لا ينشئ استقالة الحكومة، هو فقط يصف الوضع الحالي، ولكن بالنتيجة هناك جدل دستوري، وربما هذا الأمر يؤدي إلى المزيد من الفوضى في لبنان وإلى المزيد من المشاكل. لذا الترقب سيستمر حتى انتهاء ولاية عون لنرى إذا ما كان سيخرق العرف أو إذا ما كانت ستشكل حكومة جديدة. كلودي، ما الأجواء المشعة حول دعوة الرئيس نبيه بري للحوار؟ هل من تجاوب مع هذه الدعوة؟ الرئيس بري كان قد ألمح إلى أنه سيدعو إلى حوار حول الاستحقاق الرئاسي ربما في عين التينة وليس في البرلمان اللبناني. بالنسبة إلى فريق رئيس الجمهورية أي التيار الوطني الحر، لا يبدو أيضا متحمسا للمشاركة في هذه الدعوة، يعتبر أن هذه الدعوة هي تجاوز لصلاحيات رئاسة الجمهورية، وأن الرئيس بري رئيس البرلمان اللبناني يقوم بمقام صلاحيات تعود لرئاسة الجمهورية للموقع الأول في الدولة. انطلاقا من هذا الموقف قد لا يشارك ولا يلبي الدعوة. القوات اللبنانية أعلن بالأمس رئيس الحزب فيها سمير جعجع أنه يؤيد الدعوة إلى جلسة انتخابية لرئيس الجمهورية تكون مفتوحة، ويكون الحوار في داخلها حول كيفية إتمام الاستحقاق الرئاسي. هل هذا يعني قبولا للدعوة؟ يقول قريبون منه إنه لا يؤيد الدعوة كما هي مطروحة، ولكن يجب أن تكون الدعوة مترافقة مع جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية. إذن لا تزال أيضا التساؤلات موجودة حول هذا الأمر، وإذا ما كان سيستطيع الرئيس بري فعلا جمع الأفرقاء السياسيين حول طاولة حوار في مقره، في مقر إقامته في عين التينة.